لئن كانت البشارات التي جاءت في بعض آيات وسور القرآن الكريم غير محددة بمعالمها لتبقى القلوب على تشوق وتحليق لا يقف عند منتهى له، فإن ثمة آيات جاءت تحمل معالم هذه البشارة وتشوق النفوس إلى ما أعد الله لأصحابها من أهل الإيمان. فاسمعوا يا أهل الإيمان، من أوائل ذلك في كتاب الله الكريم في مطالع سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون خلود في الجنان وحور عين وثمار وأرزاق لا يتكرر منها طعم ولا مذاق على فم المستمتع به. هذا هو جزء من نعيم الجنان التي جاءت تحملها البشارات. أفلا ترون معي أن القرآن إذ يخاطبنا بهذه المعاني ويفتح لنا أبواب البشارات إنما يشوقنا إلى ما عند ربنا، حتى ينفض المؤمن الكسل عن ذاته وحتى يجتهد في طاعة ربه وعبادته، حتى يتقوى على مجاهدة الشيطان ومراغمة الهوى والنفس الأمارة بالسوء، لما لا، وهو يشتاق إلى بشارات عظيمة ما زال القرآن يغريه بها، فتنتفض النفوس عزيمة وإيمانا وطاعة واجتهادا، ويكون أقوى في مواجهة عدو نفسه الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء، فيكون عبدا مستقيما كما أمر الله لينال البشارة التي وعد الله سبحانه وتعالى.